اندلعت أمس مواجهات وتواصلت اليوم بين قوات من الجيش الجزائري وأفراد من ساكنة مخيمات تندوف. حاولوا دخول تندوف باختراق الجدار الرملي الذي يحيط بالمنطقة بعد أن غادروها بقصد تأمين حاجياتهم من المواد الغذائية والمحروقات التي بلغت أسعارا خيالية داخل المخيمات التي تسيطر عليها ميليشيات البوليساريو. المواجهات العنيفة أدت إلى انقلاب سيارة بينما تم إلقاء القبض على بعض الأفراد قبل الاعتداء عليهم بالعنف. يذكر أن التوتر الشديد يخيم على كل المحاور المحيطة بتندوف مما تسبب في اصطدامات واشتباكات بين أفراد دوريات الجيش الجزائري والشباب من أبناء الساكنة. وفي نفس السياق وبدون مؤونة ولا مأوى تعيش حوالي 100 عائلة في حالة حصار بالنقطة الحدودية الجزائرية الموريتانية. هذه العائلات تريد الدخول إلى مخيمات تندوف لكن تبقى ممنوعة من ذلك.